اهلا بحضراتكم مره تانية، وزي ما اتكلمت يمكن قبل التقرير دوت مع سام، ان شاء الله احنا منتظرين الفرحه الكبيره ان شاء الله يوم 6 نوفمبر بعد ان شاء الله حصلنا على البطوله. لكن خلينا اتناقش برضو مع حضراتكم كمان مع سهام، ان لاحظنا امبارح سهام طبعا عصام الشوالي من المذيعين الرائعين الكبار واحنا كلنا بنحبه وبنتابعه على القنوات المشفره ومباريات، وخاصه مباريات صلاح. لكن لاحظت كده، وكمان مش انا لوحدي، عدد كبير جدا من اللي كانوا قاعدين معايا ومن جماهير النادي الاهلي، ان كان في شيء من يعني مش هقول لك التعصب، لكن الانحياز شويه لفريق الوداد في كرات كتيره جدا. يعني النادي الاهلي بيهاجم تقريبا ناقص يقول للمدافع حاسب، الوداد بيهاجم ناقص يقول له شوت هات جول. يعني كان في عدم حياديه كده ودوت على غير عاده الكابتن عصام الشوالي، لكن احنا كاهلاويه لاحظناها بشكل كبير جدا. حتى تاثره بالبكاء، يعني حتى اللقطه اللي جاب فيها وهو بيبكي دي يمكن انتشرت كتير جدا على مواقع السوشيال ميديا، وده غير متوقع زي ما انت قلت، لانه هو عنده يعني جمهور كبير قوي اسمه جمهور النادي الاهلي. صحيح. جمهور النادي الاهلي اللي بيفرق في البث، وبيفرق في نسب المشاهده، وبيفرق بالارقام، وكله بالارقام. فاحنا هو امبارح ما حسيناش امبارح بالحياديه، وما حسيناش حتى بالحماسه لما النادي الاهلي مثلا، يعني مش طالبين انك تساند النادي الاهلي، لكن في نفس الوقت كمان ما كانش فيه داعي انك كمان تساند بشكل غريب جدا نادي الوداد. خلينا على الحياد، انت معلق ممتاز كلنا بنحبك، لكن اعتقد كمان من الحياديه والواجب على الحياديه، حتى لو كنت بتشجع الوداد، حتى لو كنت بتتمنى حتى لا قدر الله خساره النادي الاهلي، لازم يكون في حياديه في ادائك. احنا كلنا بنحبك، لكن اعتقد الصوره ما وصلتليش انا، وصلت لملايين جماهير النادي الاهلي، وكان لازم نعلق عليها. نتمنى ان شاء الله لكل المعلقين ان يكون عندهم حياديه وعندهم زي ما بنقول اللعيب عنده ثبات انفعالي، مشاعره ما تاخدوش اتجاه جهه ان هو بيحبها او جهه يميل ليها. فنتمنى طبعا التوفيق للكل، وان شاء الله زي ما بقول باذن الله ان شاء الله خطوه. ده امبارح كان مباراه كلنا سعداء بيها، كانت خطوه ان شاء الله على للوصول للمباراه النهائيه باذن الله. اكيد إن شاء الله. واكيد مش هنوقف طبعا عند النقطه دي النهائي، لا طبعا، ولان يعني احنا يعني مش في وقته، ومركزين في الهدف الاهم والاسمى وهو تحقيق البطوله الافريقيه.